الطبق التالت بتاعنا هيكون شوربه غريبه شويه، ممكن ما نكونش كلنا سمعنا عنها، شوربه معموله باللبن الرايب. يعني دي شويه وصولها من تركيا، وان شاء الله باذن الله تعجبكم. انا بحاول بقدر الامكان ان انا انقي الحاجات القريبه لقلبنا كمصريين، نحبها ونستسخها ونحبها في اكلنا. وطبعا اكيد الاكل التركي يعني من الاكلات المحببه لقلوب المصريين بشكل عام، فانا اخترت لكم شوربه اللبن الرايب، او ممكن انت تستعيدي عن اللبن الرايب تبقى شوربه الزبادي. يلا بينا مع بعض نشوف المقادير عباره عن ايه. شوربة اللبن الرايب مقاديرها كوباية لبن رايب، وكوباية حليب، ومعلقة كبيرة دقيق، ومعلقة صغيرة معلقة كبيرة توم مفروم، معلقة كبيرة زنجبيل فريش، ومعلقة زبدة للتشويح، واتنين كوباية مرق الدجاج، وملح وبهار حسب الرغبة. البهار اللي معانا قصدها هنا ساعات بيكون اللي هو بيسموه سبع بهارات، بيبقى ده على بعضه كده في العطار، ونص كوباية كرفس مفروم. هقول المقادير تاني، 1 كوب لبن رايب، 1 كوباية حليب، ومعلقة كبيرة دقيق، معلقة كبيرة توم مفروم، معلقة كبيرة زنجبيل فريش مفروم طبعا، معلقة زبدة للتشويح، واتنين كوباية مرق الدجاج، ومعلقة بهار حسب الرغبة والملح بتاعنا اللي قلنا البهار اللي هو السبع بهارات، ونص كوباية كرفس فريش. شوف مع بعض مقادير الشوربة أو طريقة الشوربة هنعملها ازاي. طبعا أساسيات يعني ما بنغيرهاش الحقيقة في الشغل بتاعنا. احنا هنجيب هنا اهو الزبده مش كتير. النهارده انت مش عايزه الشوربه تبقى تقيله، يبقى بسهوله جدا ان احنا بدل ما نحط زبده هنحط زيت زيتون. وانتوا عارفين ان الاوبشن عندي بيبقى مفتوح جدا، حسب انت عامله دايت مثلا نفسك تشربي شوربه عادي جدا ممكن نجيب الزبادي اللي هو اللايت نشتغل بيه، وممكن نجيب اللبن النص دسم برضو نشتغل بيه، وما نحطش خالص زبده نحط زيت زيتون. قد ايه قللت لنا السعرات الحراريه يعني بكميه حلوه، يعني كميه تذكر يعني تبقى هتفرق معانا كتير قوي قوي لو احنا عاملين دايت. انا مش هغمق طبعا لان الشوربه بيضه. انا حطيت هنا كده التوم واحط الجنزبيل، اول ما احس انها تبتدي تلسع مني لحظه كده اروح شايلها على طول من على النار. الجنزبيل خلاص شوحها تشويحه خفيفه كده اهو، وبعدين انا هنا حابه ان انا احط الشوربه. اصلا الجنزبيل في حد ذاته دخوله في الاكل رائع، غير ان هو بيدي ريحه حلوه جدا، غير ان هو بيدي ان هو قيمته الغذائيه عاليه، واحنا اشتغلنا بيه قبل كده في الحلقه الصيني وقلنا قد ايه الجنزبيل حلو جدا جدا للقولون وللهضم، حلو جدا لادوار البرد حقيقه يعني، وحلو جدا جدا ممتاز للناس اللي حابه تعمل دايت وتخسس، لانه بيخلي نسبه الحرق عاليه جدا جدا. اهو خلاص حطينا الشوربه وحطينا الزنجبيل والثوم وحته الزبده او الزيت. انا هنا اهو حابه احط اللي هو السبع بهارات بتاعتي. السبع بهارات دي موجوده عند العطار، قولي له بس انا عايزه السبع بهارات هيديها لك ومش غاليه خالص. احطها كده تدي برده نكهه جميله قوي للشوربه. فاهم؟ تمام. عندي كريمه لباني واللبن، انا بالراحه كده هحط الدقيق عشان عايزاها بس تكون ايه شويه سميكه تتقل مني. انا بحب دايما ادوب زي ما احنا متفقين الدقيق بره علشان ما ايه ما يكلكعش. سيب تغلي كده اهو، روح حاطه متفقين كده اهو دقيق. واللبن الزبادي بتاعي او كوبايه الزبادي او لبن الرايب، يعني ايه الاثنين عندنا ما فيش مشكله فيهم خالص، ممكن ده او ده. في اخر حاجه خالص احط الكرفس طبعا، عشان انا عايزه استفيد بقيمه الكرفس الغذائيه العاليه، وما ما تقعدش كتير على النار، او لما تبتدي تلف معايا او تتقل انا هنزل الكرفس طبعا. مش ايه مش هنسى طبعا ايه الملح والفلفل بتاعي. ابتدت تتقل حاجه بسيطه اهي، هي ريحتها جميله وجديده قوي ان احنا نستخدم الحقيقه في مطبخنا هنا نستخدم الزبادي او لبن الرايب في شوربه. الحقيقه انا بحاول ان شاء الله اجهز لكم انواع شرب بقى مختلفه، عشان كل سنه وانتم طيبين، رمضان داخل والحقيقه بيحب رمضان بيحب الشرب، وان شاء الله باذن الله كده انجح ان انا اعمل لكم شويه اصناف جميله نبتدي بيها سفرتنا في رمضان على خير باذن الله. يا رب تقبلوا مننا جميعا. خلاص ابتدت الشوربه بتاعتي تتقل، انزل بقى ايه الكرفس اهو
ناس تحب تحب. مساء الخير، معنا استاذه ايمان. الو. ايوه يا مروه، ازيك؟ اهلا وسهلا استاذه ايمان، ازي حضرتك؟ الحمد لله يا مروه تمام والله. الحاجات الجميله اللي انت عاملاها دي ما شاء الله. يا حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يباركك. حضرتك متابعه ست ستات؟ انت جميله، وكل الحاجات اللي بتعمليها جميله. يا حبيبتي حضرتك يعني الاجمل، ربنا يخليكي، ربنا يبارك في حضرتك. حضرتك متابعانا بقى من الاول؟ جميل قوي، كان تحفه الحقيقه. لا دي ثاني حلقه انا بشوفها. طيب انا يا ريت تتابعينا الحقيقه كل يوم، الحقيقه الحلقات جميله، مطابخ مختلفه وستات بيقدموا اكلات في منتهى الروعه. يعني احب حضرتك تبقي دايما من متابعين ست ستات، وده شيء يشرفنا. طبعا طبعا ده اكيد والله ان شاء الله. وافكارك في السبانخ حلوه قوي، لانها فعلا من الحاجات الولاد فيدة. بيبقى صعب ان هم ياكلوها بسهوله. دي حقيقه. فالطاجن بتاع الفراخ كان جميل قوي. لا انا واوعدك لما تجربيه تقولي لي يا مروه انا عملت السبانخ، وبامانه قولي لي طعمها ايه وكان الاقبال عليها ازاي. طبعا طبعا اكيد والله. وكل حاجه حلوه بصراحه من ايديكي ما شاء الله. حبيبتي حضرتك الاحلى، ربنا يبارك فيكي. كمان شكلها يجنن اهو، برضو اكيد هجربها. اكيد ده شيء يسعدني والله. انا بفرح قد ايه لما الناس تكلمني تقولي احنا جربنا مثلا اكله معينه وطلعت حلوه والاولاد حبوها مثلا، بيبقى بالنسبه لي يعني ده احساس جميل. واتمنى يا رب ان احنا دايما نتواصل كده ونقول الحلو ونقول الوحش عشان ما نعملهوش. حبيبتي ربنا يخليكي. حضرتك ما تأمرناش بأي سؤال؟ لا ميرسي يا حبيبتي، تسلمي ايديكي. ربنا يخليكي. أنا حبيت أبدي رأيي. يا حبيبتي ربنا يخليكي، ربنا يبارك في حضرتك، أنا سعيدة بمكالمة حضرتك، ربنا يبارك فيكي. زي ما احنا شايفين كده خلاص شوربة تقلت، أنا ما بحبش أتقلها، لو حد حابب إنها تاخد التكستشر الكريمي أو التقل عادي جدا ممكن نزود شوية في الدقيق، مفيش مشكلة. أهي أنا خلاص هغرفها. جميلة قوي والله، ومش قادرة أقول لكم إن أنا وأنا شغالة كده ريحتها حلوة قد إيه. غير طبعا زي ما احنا متفقين دايما ان قيمتها الغذائيه عاليه، وزي ما بوعدكم دايما ان مطبخنا سهل وبسيط وما فيهوش اي تعقيد. والله احنا مجهزين الحاجه اهو مع بعض، وعملنا الشوربه في توقيت سريع، ما خدش مننا وقت خالص. عملنا المكرونه وانا هقدمهم جنب بعض اهو. ده اهو الشوربه دي بقى انا بحب احط جنبها حاجه انا هوريكم وانا هقدمها بايه دلوقتي، بس انا هعمل لها بس نوع من انواع التجميل كده في الوش. الخضره دايما تدي ايه شكل جميل قوي في التادي. هتكون دي شوربتنا بتاعت النهارده، شوربه لبن رايب او شوربه الزبادي.